يمكن لحظات التكريم بتبقى لحظات تكلل المشوار الطويل، ويعني تفكر حضرتك بكل خطوة في المسيرة الفنية الكبيرة دي. عايز أعرف حضرتك، يمكن هو سؤال تقليدي، لكن دايما وانت بتستلم الجائزة بيبقى في دماغك مشهد معين، حاجة معينة، إيه اللي كان في دماغ حضرتك مع استلام جائزة الدولة التقديرية؟ هنستلمها لسه على فكرة. أيوة، يعني هو أنا الجائزة دي بالذات يعني دي جائزة من بلدي، وجائزة أكبر حاجة يعني في أكبر منها، لكن جائزة بتاعت الدولة المصرية، لا شك إنها لها واقع خاص جدا جوه قلبي. أنا أخدت جوائز كتير في حياتي يعني، لكن الجائزة دي حسيت إن بلدي مقدراني، بلدي بتقول لي متشكر على الجهد اللي أنت عملته. أنا عملت جهد في حدود حوالي 52 سنة أنا بشتغل وبنتج وبكسر حاجات كلاسيكية كانت مستمرة، ونصنع كلاسيكيات جديدة. بالظبط بالظبط، وبنعمل، وأنا يعني هي مش بس كسر الكلاسيكيات، هو خروج الكاميرا إلى الواقع عملت نوع من الأفلام مع الزملاء اللي هو من جيلي يعني تهم الناس، مش أفلام بس في البلاتو. طبعا في البلاتو مهم جدا، في بعض الأفلام جوه البلاتو وده شيء أساسي، لكن في الثمانينات لما عملت فيلم مع محمد خان ضرب الشمس اتعرض سنة 80، ده أدى فرصة لجيلي إنه يطلع بره ويعمل أفلام مع عاطف الطيب، مع داوود وخيري وغيره من الناس، علي عبد الخالق، نادر زي مثلا سلام يا صاحبي والحاجات دي كلها. ده ما كانش الأول سهل يعني. ما كانش سهل وما كانش حد بيعمله في الوقت ده. إيه كان الدافع؟ ما كانش موجود يعني، ما كانش هو في، لا كان اهتمام بمواضيع معينة. اتعمل فيلم سنة 54 بتاع أستاذ كمال الشيخ حياة أو موت، بس ما كانش يعني، كان في مشاهد معينة في الشارع كده بس، ده الفيلم الوحيد اللي اتعمل في الشارع المصري ويؤرخ لهذه المرحلة التاريخية. أما أنا بقى أفلامي كلها بره.